حضراتكم النهارده ان احنا بنحاول بقى ننقل موضوع الاعلام تناوله لموضوع دوت الاز، مشروع دوت الاز. انا في تقديري وحسب مذاكرتي لهذا الموضوع قعدت اذاكر فيه جامد جدا، قريت فيه كل حاجه علشان اقدر حتى اتكلم فيه. فانا اكتشفت لو قعدت 100 سنه اتكلم مفيش حاجه هتتعمل. احنا كان في الاخر زياره كان السيد الدكتور خالد فهمي وزير البيئه كان شرفنا في قناه النهار اليوم، كان في حلقه في الحقيقه في الحوار واحنا بنتكلم لقيت ان الموضوع اللي انا قعدت اتكلم فيه كتير وقعدت حوالي 8 اشهر بتكلم فيه ولم اجد اذان صاغيه فيه اللي هو موضوع دوت الاز. دوت الاز ده مشروع ده ممكن ينقلنا من حال لحال. اقسم بالله ان ممكن مع دوت الاز ما تبقاش فيه قريه فقيره على ورقه توت بس. دوت الاز دي قايمه المشروع بتاعها او القايمه على حاجه او الماده الخام الغنيه اللي فيها اللي هي ورقه التوت، شجر التوت. وشجر التوت ده بيطلع عندنا يعني الحمد لله، صحيح في انواع في تخصصات وفي متخصصين في هذا الموضوع. في ناس في المركز القومي للبحوث وفي ناس في المركز البحوث الزراعيه ضيعوا عمرهم على هذا الموضوع ولم يجدوا اذان صاغيه، وكانت كل الجهود العلميه اللي بتتعمل. المؤكد ان احنا ممكن نتنقل من حال لحال، والدليل ان احنا كان عندنا قلعه صناعيه اللي هي قريه اخميم في سوهاج من ايام القدماء المصريين، قلعه صناعه الحرير في مصر. النهارده المشروع كله باختصار اللي انا بامل وعندي كل الامل ان الدكتور خالد فهمي وزير البيئه ان هو يعني زي ما بيقولوا باللغه بتاعتنا احنا ان يسوق هذه المساله، ان هو يتولى هذه المساله، لان ديت اكتر من حاجه شغاله فيها. دوده الاز دي مش هيبقى فيه دوده از ولا مشروع حرير ولا فلوس ولا اي حاجه من غير ما يبقى فيه ورق توت. هل يمكن ان احنا نخلي شجره التوت الشجره الرسميه في مصر، الشجره القوميه في مصر، الشجره اللي تسميها اي مسمى، بحيث ان في كل زاويه في كل مكان في كل حته ما نستهلكش ارض نقدر نزرع شجره التوت عشان من ورقها نقدر نطلع دوده الاز. دوده الاز ديت اللي هتعمل لنا شرانق، مشروع كل 35 يوم بيعمل لنا 1000 جنيه من ورق التوت او 1100 جنيه من ورق التوت، 35 يوم الدوره. هو ده الموضوع. ضيوفي وضيوف حضراتكم النهارده السيد الدكتور خالد فهمي وزير البيئه، المهندس احمد ابو سعود الرئيس التنفيذي لجهاز البيئه، الدكتوره كريمه حجاج عضو شعبه بحوث الصناعات النسليه بالمركز القومي للبحوث والمشرف المكتب الفني للمركز القومي للبحوث، الدكتور اسامه غازي رئيس قسم الحرير الطبيعي بمركز البحوث الزراعيه، المهندس عماد علام مدير عام التشجير وزاره البيئه، المهندس ماهر البندي مستشار مياه الصرف. ده كده انا بعتقد ان الدائره كده اكتملت، ونسمع بقى هذا الموضوع. بس الاول نسمع راي الدكتور خالد فهمي وزير بيئه. مساء الخير يا فندم. اهلا وسهلا يا فندم، صح راي حضرتك يا فندم بعد انت سيادتك كده ما طبعا. اهلا وسهلا بحضراتكم منورين الوزاره، يعني اهلا وسهلا بحضراتكم. واحنا جينا النهارده جينا مستمعين، احنا عايزين نستمع الى الساده الدكاتره وعرضهم على المشروع، ولكن احنا املين ان احنا ممكن ان احنا نتعاون وممكن ان احنا نكون بمثابه المحفز اللي بيحفز اذا كان هذا المشروع ممكن نعمله على الارض ونعمله ونخلي بالنا طبعا من الاحتياجات المائيه ونخلي بالنا من فرص العمل والعائد الاقتصادي اللي هيعود. فمن الممكن ان الوزاره تقوم بدور تحفيز هذا المشروع والتنسيق مع كافه الوزارات اللي وضعه على الارض وعلى الخريطه المصريه. وزاره البيئه من جهاز شؤون البيئه اساسا، يعني السيد رئيس الجهاز معانا، من وظائفه إقامة المشروعات الريادية والتجريبية كويس، وبالتالي فإحنا بنشوف إن إحنا من الممكن أن نساهم في هذا المشروع لأنه له آثاره البيئية التي لا تخفى على أحد، لأن إحنا مهتمين جدا جدا بالتشجير وبأن يكون هناك شجر مثمر، يعني بدل الشجر اللي موجود حاليا أن يكون هناك شجر مثمر، مع طبعا الأخذ في الحسبان الكود بتاع الري بمية الصرف الصحي علشان ما يبقاش فيه اي اثار على صحة المواطنين فيما بعد. فاحنا كلنا اذان صاغية وان شاء الله هيكون في تعاون بيننا جميعا ان شاء الله ان احنا نشوف المشروع ده يتحقق على ارض مصر ان شاء الله. طيب يبقى نسمع بقى من الساده المتخصصين. دكتوره كريمه الاول، نبتدي من عند حضرتك ولا عند الدكتور اسامه؟ طب اتفضلي يا فندم. طبعا شكرا على الدعوه الكريمه دي، واحنا بس نحب ننون حاجه ان المشروع ده ما جاش من فراغ. الدكتور اسامه وانا زرنا دول اللي كانت منتجه للحرير، شفنا المشروع على ارض الواقع
شفنا من اول الزراعه لغايه النسج في الاخر مرحله. كانوا فعلا بالفعل زي ما استاذ ابراهيم بيقول كانوا بيعملوها مش عايز اقول منازل في دور. وبعدين مستو انه بيشغل الجندر ست وراجل لانه متعدد المجالات. مستو برضه مشغل صغير وكبير، يعني كنت شايفه حد كبير جدا في السن قاعد على النول جوه البيت وبيعمل سجاده صغيره ارتفاع بالافات الدولارات. فاحنا اقتنعنا بالمشروع ده وقعدنا النادي بيه الحقيقه زي ما بيقول الاستاذ ابراهيم في الاخر فقدنا الامل. فلما جاء عمل كل صندوق العلوم والتكنولوجيا ولقينا ان ممكن احنا بيقول تنميه قريه فقيره، قلنا طب ما نتقدم بهذا المشروع. والحقيقه تملي احنا مؤمنين بالتخصص، فاحنا عندنا اربع مجاميع من اول الزراعه لغايه المنتج النهائي كل في تخصصه، وبالتالي عشان كده في تكامل بين مركز البحوث الزراعيه ومركز قومي للبحوث، وعندنا ناس للتلوين وعندنا ناس للنسج. قدمنا الحمد لله رب العالمين. جت التجربه اللي عملناها في سوهاج علمتنا كتير جدا، لان الواحد لما بيقلب الحاجه في التجربه غير ما بيتكلم طبعا اورال او نظري. طبعا حكايه الارض، الري، طب اعمل ايه، طب التربيه تبقى ازاي، طب التطهير، كل ده النموذج الصغير استاذ ابراهيم حضرتك بتقول ان هو يعني فعلا ده علمنا كتير برغم ان هو نموذج صغير. انا مؤمنه جدا بالاستاذ ابراهيم بيقوله، نبتدي فعلا بالشجر لان مش هنوصل لاي حاجه غير لو ابتدينا بالشجر. المشروع ده ميزته كمان غير تعدد المجالات ان هو لو مش عايز اقول زيرو ويست، ده تبقى شؤون البيئه يعني، لو فيري لو ويست، فعلا كل حاجه فيه بتستخدم. يمكن ده الدكتور اسامه هيشرحها اكتر، كل جزء فيه بيستخدم، فطبعا دي ميزه اخرى. عشان نوصل لده يبقى لازم نبتدي بالشجر. ممكن جدا بنقف عند الشرانق بتباع بالصفيحه، وممكن كمان لو حصل الحل برضه عمليه بسيطه، واحنا برضه المجموعه والدكتور اسامه على راسها عامل دولاب حل متطور وسهل، فممكن لو حله نوصل كمان للشله. احنا كل المصانع اللي بتشتغل، احنا لفينا مصر سجاد يدوي او حرير بتشتري الشله من الازهر، فاحنا ممكن نوصل كمان للازهر يبقى في ادد فاليو اكتر من الشرنقه ده من المنزل نفسه. الحقيقه المشروع يعني الواحد يعني بيتمنى ان يشوف النور، نبتدي فعلا بالشجر. هو ليه طبعا شويه امكانيات طبعا اكيد دي هتتوفر، فيعني المجموعه اللي هي زراعيه طبعا هتبتدي بيها هي اللي هتبتدي معانا، فممكن دكتور اسامه يشرح دوت. حتى المخرجات بتاعته انا مش عايزه اسبق الحدث، لكن كل حاجه فعلا انا كنت في كوريا الجنوبيه برضو عشان المشروع ده، واتضح ان هم بيستعملوا حتى الامينو اسيد بتاع السيلك، وانا جايبه الكلام ده معايا في الكريمات للتريتمنت بتاع الجلد، فده خلاص على مستوى صناعي. في سيليسين بيستخرج من ده بقى حتى جوه البيت، ده اثناء ما بيعمل الشرنقه والحل ممكن يستخلص السيليسين، ماده صمغيه بتتباع على مستوى تجاري صناعي من الصين، واحنا جبناها من الصين اول ما اشتغلنا من 10 سنين. دي بنعمل بيها تريتمنت للفابريك الاخرى، الاقمشه الاخرى زي الصوف وزي البوليستر، بنكسبه ادد فاليو. مثلا البوليستر يبقى عنده امتصاص للماء، الصوف ما يكشش، ما يعملش بالتكوير ده، وده كلها ابحاث موجوده يعني تحت امر طبعا اي حد يحب يطلع عليها. وانا مش عايزه اطول عشان عارفه معالي الوزير طبعا وقته، ممكن اسيب الكلمه للدكتور اسامه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. انا شاكر لمعالي الوزير الدعوه والاستاذ ابراهيم على الدعوه الكريمه دي. موضوع الحرير يعني انا طبعا قضيت نص عمري تقريبا في الحرير، والحمد لله والشكر لله يعني ايه ان لقيت قبل ما اموت ولا اسيب المكان اللي انا فيه ان في دعم للمشروعين. على الجانب العالمي الحرير كانت بتتحكم فيه الصين في بنسبة من 70 لـ80%. يعني أنا زرت الحمد لله يعني مركز البحوث الزراعية ووزارة الزراعة وفرت لي أكثر من سفريات لأن أنا أسافر الصين. 99 كانوا لا يستهلكوا الحرير تماما، وكان 70 لـ80% بيتم توريدهم لأوروبا وأمريكا، وده كان يمثل عملة صعبة وجزء من الدخل القومي الصيني. بعد كده سنة 2012 زرت الصين، كان كل صيني بيستهلك الحرير بنسبة 100%. يعني الملبس، مأكل، الملاية بتاع سرير، اللحاف، كل ما حضرتك تتخيلوه، المستحضرات التجميل، مواد للعلاج، علاجات، كل ده من قلب الحرير. ف70-80% دول اللي كانت تنتجهم الصين ابتدت تستهلكهم محليا. الصينيين كانوا بيمدوا ايديهم ويقولوا للدول النامية قوموا برعاية الحرير، لان احنا في عندنا مشكلة ان كل الاجيال الحديثة وكل الشباب ابتدى يتجه للقلاع الصناعية، فبالتالي انتاجنا في الحرير 70% بيعتمدوا على كبار السن اللي في يوم
بيخرجوا من حلبة الإنتاج نتيجة للمرض أو نتيجة للوفاة. طيب دول العالم احنا دلوقتي قدامنا ان احنا نتبوأ مكانه اقتصاديه عالميه، وممكن الحريه يدخل في كجزء من الدخل القومي المصري. انا كنت في الهند شهر 4 اللي فات، الهند حاولت ترفع انتاجها ما قدرتش ترفع انتاجها الا حوالي 3% من 14 ل 17%، فبالتالي قدامنا مساحه واسعه. طبعا اسعار الدولار دلوقتي في عامه الاستيراد وقفت كتير قوي من الناس في مصر ان هم يستوردوا الحرير وينتجوا السجاد. سجاد الحرير المصري له مكانه عالميه يقارب الحرير الايراني والتركي في جودته، فبالتالي احنا العمليه دي كلها ممكن تكون دعم للمرأة الريفية، المرأة المعيلة، ربات البيوت اللي احنا دول اللي هم يعتبروا طاقة مهدرة ممكن ان احنا نستغلهم. الاسر الفقيرة ده ممكن يكون عائد ليهم، لان في خلال 35 يوم هيبقى فيه 1000 جنيه، يعني ده لو عمل اكتر من علبة فده هتبقى دخل كبير جدا. الحمد لله والشكر لله، يعني احنا هنا في مصر بنمتاز ان احنا عندنا مركز البحوث الزراعيه والوزاره، لان احنا عندنا التقنيات العاليه موجوده في لحد ما احنا حضرنا وابتدينا ان احنا نعمل كوزماتكس من الحرير نتيجه لخواصه اللي تفوق الخيال، لان ده صناعه ربانيه. طب احنا ما اتكلمناش يا دكتور على موضوع الزراعه بقى عشان سياده الوزير يسمع، ما هو ما فيش حرير ولا في ازمه غير شجر التوت، اتكلمنا عن شجر التوت. تمام، طبعا الغذاء الوحيد لضد الحرير هي ورق التوت، تاكل وتشرب من قلب ورق التوت، ما فيش، ومش ورق التوت بس، لا ده من اصناف محدده من ورق التوت. يمكن احنا الحمد لله في القسم استوردنا التوت الهندي وابتدينا نستورده بالتعاون مع التشجير، برضه ابتدينا نعمل عمليه اكسار التوت الهندي. فبالتالي العمليه دي لازم ليها قياده اللي احنا نقود بزراعه التوت، وده اللي عملها محمد علي لما نشر 3 مليون شجر على شطان الترع والمصارف، وكان من اهم العوامل بتاعه النشر للشجر ده كان تطوير وتنمية الحرير في مصر. احنا دلوقتي ففقدنا حكاية ان احنا ننشر على شؤون الترع والمصارف، وابتدينا ان احنا عملت تشجير بالفيكاس وخلافه، فبالتالي انا الفيكاس لا يمكن استخدامه في عملية تغذية دوت الحرير، فبالتالي احنا لو استعضنا عن التشجير او قمنا بتشجير التوت هيبقى فيه اكتر من فايدة. الفايدة البيئية ان هو احنا بننشر شجر هيوفر لنا الاكسجين والبيئة ومفيد للبيئة. الحاجة التانية مهمة جدا ان ورق التوت في حد ذاته يمكن استخدامه لتغذية البني آدم، وممكن استخدامه للمشية ويدر اللبن ويحسن من جودة اللحم المواشي. الحاجة التالتة ان احنا نستخدمه وده الاساس بتاعنا اللي هو في دوت الحرير. الحاجة الرابعة ان احنا ممكن في دراسة في عندنا في المركز وفي جامعة الازهر ان احنا قمنا بتربية او بتنمية ري شجر التوت بمياه الصرف الصحي الغير معالج، بس اهم حاجه الصرف صحي بس، مش ما يكونش داخل فيه صرف صناعي. ووصلنا ان احنا بنسبه تخفيف 1:1 ان شجر التوت مفيد جدا مفيد لورقه مفيد لشجر التوت، ده رقم واحد وبيزود انتاجه. الحاجه الثانيه مطابق للكود المصري في عمليه الري، فبالتالي ما حصلش اي مشكله بالنسبه للثمره او بالنسبه لل، فاهم حاجه في المقام الاول في هنا ان احنا ننشر شجر التوت في الاماكن الغير المستغله على شطان الترع المصارف في الجزر. لو قدرنا احنا نقوم بالعمليه دي احنا وفرنا وبالذات في المناطق اللي تكون مثلا فيها القرى الفقيره والاسر الفقيره، فده هيديهم فرصه ان هو مجرد بس ان هو يستغل جزء من الاوضه حجره من البيت ان هو يقوم بجمع ورق التوت من الاماكن اللي هو يعتبر تكلفه ورق التوت فيها تعتبر بالنسبه له صفر. هيجيب ورق التوت وهيربيها في المكان، يمكن في الغرفه اللي بينام فيها اولاده، يشيل السرير ويعمل حامل تربيه ويقوم بعمليه التربيه دي، وهتدر له دخل عائد كبير. طب مع الوزير بقى حضرتك بقى طبعا هو يعني مشروع او فكره المشروع موجوده، وزي ما انا عارف ان في حصلت تجربه كويس، وان كانت تجربه في مزرعه ولكن مش تجربه على جوانب ولكن خليني اقول لحضرتك ان احنا طبعا الدراسه الفنيه واضح انها موجوده في الحالات دي. طبعا احنا بنعمل احنا دراسه اقتصاديه سريعه، دراسه ماليه اقتصاديه، وبنعمل دراسه بيئيه، لان احنا يهمنا ان هو زي ما سيادتك قلت انه على حواف الترع
طبعا الترع يبقى دور وزاره الري، ما احنا ما حدش يقدر يلمس الترع ولا المصارف الا وزاره الري، ولكن انا اتخيل ان حواف الترع دلوقتي مليانه بالزباله. يعني حضرتك بتشوف دلوقتي يعني يعني حواف الترع دلوقتي يعني محطوط ايه على حواف الترع؟ وخلينا يعني بكل صراحه احنا كلنا واهلنا كلنا عايشين في الريف وعارفين، ودي مشكله تورقنا احنا في وزاره البيئه، ان انا عايز اجد استخدام اخر لحواف الترع علشان لا يستخدم في المخلفات. كويس؟ لان لما يبقى القريه كلها بتستخدم حواف الترع هم مش هيرموا المخلفات هنا، واقدر ان انا اعمل نظام تاني للجمع، فده دي فايده ليا انا بشوفها من وجهه نظر اخرى. يعني حضرتك انا بشوفها من وجهه نظر اخرى ممكن تكون من ضمن الفوائد البيئيه للمشروع، ولكن طبعا اهم حاجه هي الاحتياجات المائيه، كيفيه تدبير الاحتياجات المائيه، وهل يتعارض ذلك مع خطط اخرى لاعاده تدوير الصرف الصحي بشكل اخر في ضمن اطار خطه الموارد المائيه. ودي حاجه احنا هنغنيك الخوض فيها، واحنا هنعملها مع وزاره الري. يعني احنا نقعد احنا مع وزاره الري ونخلص اذا كان في اي اذا كان في اي معوقات اداريه او كرائيه، انا احنا كفيل ان احنا مع السيد وزير الري ان احنا نعرض الحاجه ونشوف. لكن انا اعتقد ان اذا اكتملت هذه المنظومه من الممكن ان احنا نخش في مشروع ريادي كويس، وناخد شوف اعداد الكيلومترات اللي مطلوبه ونعمل الكلام ده، بس في نفس الوقت ندرب الناس ونبدا ندرب الناس، لان زي ما سيادتك وكنا بنتكلم قبل ما نقعد كنا بنتكلم ان انا عايزه سنه الشجرة عشان تبدا تطلع، فممكن نستفيد بهذه السنه للتنمية. طبعا مشروع يعني مع احترامي يعني وانا اسف جدا كده، اذا اكتملت شروطه البيئيه والماليه فطبعا مشروع ناجح ومشروع ممكن يكون من احدى المشروعات او المشاريع القوميه اللي تتعمل في مصر، خاصه ان احنا بنبص اهم حاجه واحنا بنشتغل في البيئه لفرص العمل والجزء الاقتصادي منها، يعني بالذات فرص العمل، وفرص العمل مهمه جدا بالنسبه لنا. ده مشروع ممكن يوفر فرص عمل سواء في التربيه وفي الزراعه او بعد كده في التصنيع، ممكن يوفر لي فرص عمل كتيره جدا وبتكلفه اعتقد انا احنا ما عنديش ارقام ما اقدرش احسب، بس اعتقد انها تبقى تكلفه معقوله. فاحنا مستعدين ان احنا نكون يعني محفز للعمليه دي. احنا طبعا مش وزاره الزراعه واحنا مش وزاره الميه او مش وزاره الري، ولكن احنا عندنا كده جزء صغير كده عندنا في قانون البيئه يسمح لنا ان احنا نعمل مشاتل كويس لهذه الشجرات، فممكن ان يكون دورنا في دور كمنفذ يعني ان نوفر مثل هذه الحاجه في باكتمال العناصر الاخرى. هناك طرق كتيره، هناك افكار والواحد بيتكلم فيها دلوقتي وسيادتك بتتكلم، انا في دماغي طيب الاثر على ثاني اكسيد الكربون ايه، واحنا كلنا بنفكر في التغيرات المناخيه ومصر هيبقى عندها بعض الالتزامات المناخيه زي كل سائر دول العالم، وضروري ان احنا نخفض من انبعاثاتنا الكربون او نحد منها علشان نقدر ننمو بالصناعه. فبنفكر تملي في التشجير انه من ضمن الوسائل اللي بتعادل انبعاثات قطاع الطاقه او انبعاثات قطاع الصناعه، كويس؟ احنا دلوقتي بنلزم بعض الصناعات بانها تقوم بعمل مشروعات تزيد من ثاني اكسيد من امتصاص ثاني اكسيد الكربون، فمن الممكن ان نجد نوع معين من العلاقه ما بين حاجه، يعني هي اي واحد يتخيل ان الاثنين بعيد عن بعض، بس من الممكن ان الاستثمار او التمويل يجي من حتت معينه غير متوقعه. كويس؟ فطبعا الفكره جيده جدا، احنا مستعدين ان احنا نشوف ازاي نبدا ننفذها، وما هي اذا كان هناك معوقات ما هي المعوقات، بشرط طبعا الربحيه الاقتصاديه والجدوى الفنيه والاثار البيئيه. مع الوزير هو في واقع الامر مش الحكايه حكايه معوقات، يعني هم لو نشوف تاريخ الدكتوره كريمه، يعني الدكتوره كريمه دي كانت طولها مترين وكان شعرها اصفر وعينها خضراء، قاعده تشتغل في الموضوع ده مع اسامه وغيرهم بقى لغايه ما ضاعوا. مش عارف احس ابراهيم بيه ان كل المصريين كان شعرهم اصفر وتقول بعدين حصل لهم حاجه، يعني ما هو من عيني. هو الموضوع دلوقتي سياده الوزير عشان خلينا نبقى صراحه، هذا الموضوع لن يرى النور الا اذا في حد
قدر يلم القوة، يلمع هذه القوة. أنا شايف إن من وزارة البيئة أو وسيلتك على رأسها يعني، هنا مثلا مع المهندس أحمد أبو سعود الرئيس التنفيذي للجهاز، يعني انتم معنيين بجزء كبير. بس احنا دلوقتي المشروع هنحط دوت الاز على جنب، احنا مشروع عايزين نزرع شجر التوت، عايزين. انا اقترحت واعتقد الاقتراح ده يعني لاقى الاقبال، ان احنا نبتدي، وهو حتى لما فكروا يعملوا عملوا في السوهاج عشان مدينه تخمين. طيب احنا عندنا محافظه وسيد المحافظ هناك يعني الحقيقه عنده استعداد كامل واقتراحات، عنده غابه شلاريس 600 فدان، عنده 125 كيلو نهر النيل مورث المحافظة، عنده الترع والمصارف والكلام والحاجات دي كلها. فاحنا عايزين نبتدي من هناك، بس الموضوع ده من غير ما حد يلم هذه المسألة، الموضوع داخل فيه. أنا كلمت السيد وزير الشباب والرياضة الدكتور خالد المهندس خالد عبد العزيز، والحقيقة أبدا موافق أنه يعمل معسكر عمل. طيب أدي الجزء، السيد وزير الزراعة رحب جدا بحكاية الشتلات، أدي الجزء تمام. حضرتك حضرتك هنا وزارة البيئة بأن ده جزء كبير من شغلها، أدي الجزء. عايزين بس حد يعمل ده، لأن ده لازم حد يعمل ده. الحكومة الله يكون في عونها، وكلكم عندكم كل ده، بس حد ده مشروع، ما هو لازم حد يتولاه يعني. وأنا شخصيا شايف كده، أو أنا من بعد، أنا قاعد مذاكر الموضوع ده بقالي تقريبا سنة بتكلم فيه وذاكرته كويس قوي. لو وزارة البيئة هي اللي تتولى، يعني حضرتك وزارة البيئة تتولى اللي هي اللي بتعمل هذا الموضوع، وناخد محافظة السوهاج نطبق عليها. وحتى لو النهاردة ثبت لنا أن الدود ده ملوش مزاج يعيش عندنا، ولا ممكن يبقى عنده رأي آخر، أو قد إحنا كسبنا مليون شجر التوت مثلا، كسبناها انها هتعمل لنا تعادل في حكايه ثاني اكسيد الكربون، كسبناها انها هتدينا ثمر، كسبناها انها هتدينا حاجات، انما المؤكد ان هي مش هتغزلنا، يعني دوت الاد مش هتغزلنا ومش هتعمل لنا حاجه. فقال هي من ناحيه المبدا، سيادتك وزاره البيئه عندها استعداد تعمل ده؟ ما هو السنه ده مقترح، ده كان مواطن مصري بقى متعلق كده في البتاع ده، بنقول حد لازم انا اقول لسيادتك حاجه، احنا ناخد بعضنا ونروح محافظه سوهاج. بس طيب ما خلاص يعني. ونروح ونتقابل مع السيد المحافظ كويس، وقبلها طبعا وانا كلمت السيد وزير التنميه المحليه طبعا يعني كويس. فاحنا نروح ونقعد هناك ونجيب الاطراف ونقعد الترابيزه. انا تخيلي ابراهيم بيه لو كل حاجه ماشيه كويس قوي، ان ممكن وزاره البيئه تبدا المشوار، لكن عايزين نعمل زي جمعيه عليه، بحيث يبقى الناس اللي شغالين والناس المهتمين هم اللي يبداوا ياخدوا الحكايه دي، واحنا نساعدهم في الانشاء وفي التاسيس، وان احنا لحد ما يقفوا على رجليهم زي ما بنعمل تملي. احنا تملي بناخد مشروع، بنبدا المشروع وبنبدا ننفذه وبنبدا نصرف عليه وبنبدا نعمل له، معلش يعني في كلمه تقيله شويه، يعني نعمل له المأسسه بتاعته، ان بيبقى فيه حدا حاضنه ليه، زي جمعيه، زي اتحاد، زي حاجه، وندعم احنا هذا الاتحاد لحد ما يقف على رجله، ثم تتخارج الدوله وتسيب النظام يشتغل طيب. لوحده طيب. يعني طب انا عايز اسال المهندس احمد ابو سعود اللي هو الرئيس التنفيذي لشؤون البيئه، هو المشروع ده من غير زراعه، من غير ما هيبقى عندنا شجر توت، من غير ان احنا خلاص سياده الوزير شاور لنا دلوقتي، خلي احنا في محافظه الزهير دلوقتي عايزين نزرع هناك مليون شجره مثلا، عندهم 600 فدان غابه شلاليه، عندهم ترع ومصارف، عندهم النيل، عندهم عندهم عندهم. طبعا المشروع ده انا يعني بعتبره ان هو امتداد للمجهودات اللي احنا بنعملها، ويمكن سياده الوزير قال احنا عندنا بنزرع اصلا، احنا الحزام الاخضر عاملين 14 كيلو زرعين 12 صف اشجار، بس ممكن كنا مختارين انواع من الاشجار معينه، احنا ممكن نغير، وكان ده يمكن سياده الوزير كل ما نعرض عليه مشروعات تشجير يقول يا جماعه غيروا ونفكر بفكر غير الفكر الروتيني بتاعنا بتاع الاشجار المعينه اللي احنا دايما بنحطها في كل حته. فالفكر الجديد ده ان احنا نمسك حاجه زي كده مثمره وممكن تكون بتدي عائد اقتصادي. على فكره احد مشاكل تعثر مشروعات الغابات الشجريه هو العائد الاقتصادي الطويل المدى، مفيش عائد اقتصادي، فبالتالي محدش بيقبل عليها. لكن انا لو عندي حاجه بتدي عائد اقتصادي سريع زي ما انتوا عرضتوا كده، ده اكيد هيدي، لان انا عندي كميات كبيره من المياه بتاعه الصرف اللي ممكن احنا طبعا زي ما قال معالي الوزير، احنا ليه اتجهنا ان احنا نغير الكود ونعمل علشان نعيد استخدام ميه الصرف
ونبدأ نتخرج من موضوع الغابات الشجرية بسبب العائد الاقتصادي. لو في عائد اقتصادي خلاص انا هخش، لان انا يهمني في الاخر ان المية اللي انا هحطها دي يكون ليها نت فاليو في الاخر او عائد اقتصادي، ما تبقاش بقى مية زي يعني انا معلش مع احترامي المية اللي بتترمي في النجيلة بس في ظل السياسة المائية بالظبط كده لمصر، وتبقى حاجة. ما احنا بنزرع مثلا، احنا بنزرع اشجار الكتان، بنزرع القطن، ما هو القطن ده ما بيتاكلش لكن ليه عائد اقتصادي، تبقى احد الحاجات اللي داخلة في المنظومة بتاعت الزراعة في مصر، ان انا اعظم استخدام المية بتاعت الصرف دي في زراعة شجر التوت. لو زي ما قلنا زي ما قال معالي الوزير، الدراسة الاقتصادية والدراسة البيئية قالت ان ده ينفع، واحنا الفرصة الجيدة جدا ان احنا عندنا محافظة سوهاج نعملها زي مشروع تجريبي ونشتغل فيها مع كل الاطراف وكلنا نحط ايدينا في ايدين بعض ونكمل. طيب برضو المهندس احمد، خلاص احنا دلوقتي في رسالة دكتوراه، الدكتور اسامة غازي قال لنا في رسالة الدكتوراه بالعكس ده من جامعة الازهر ومن هنا ان انا اقدر اخد مياه الصرف هطلع منها شجر التوت، لا الثمرة هتبقى فيها مشكلة ولا تأثير على الحرير. برضه خلينا بقى احنا في محافظه السوهاج دلوقتي، هل امكانها هل نقدر نزرع هناك فعلا مليون شجره؟ هقول لحضرتك ده الرز مرتبط بوزاره الزراعه بالظبط، ولا وهيبقى جزء مرتبط برضه الاماكن لازم، ويمكن هم اخواننا بتوع الزراعه يفيدونا اكتر من كده. الشجره نفسها بتحتاج مساحه قد ايه علشان تنمو، لان انا لو عندي 600 فدان هل الفدان بياخد كام شجره؟ هقدر احدد والطول في المتر الطولي انا هستخدم قد ايه. هو ميزه ان انا بزرع في سوهاج ان النيل لسه بخيره هناك، خلي بالك 125 كيلو ما انا بقول لو انا هاخد على كل مترين شجره يا فندم يعني انا لو كل مترين شجره انا هنا عملت لي 500 الف شجره. لا وفي ميزه كمان كبيره قوي انك انت تستخدم جوانب الترع وال ما هو ده يا فندم ونهر النيل مسته ايه بقى؟ انك انت هتستخدم الميه اللي هي اسمها احنا بنسميها الميه الرشيح بتاعت نهر النيل، مش هاخد انا مش هتاخد ميه انت طيب هتستخدم خلاص. يبقى المساله سهله هي بس بس انا دلوقتي عشان خاطر نوصل للدرجه انا بتهيألي ان مليون شجره تتعمل في ال 125 كيلو ديت بتهيألي انها مساله سهله. بس استاذنكم فاصل صغير كده على ما غيروا البدايه، احنا البدايه ان احنا يعني يمكن دعوة ما اعرفش هل انتوا اللي تدعونا نروح هناك او الدكتور ايمن عمنا محافظ سوهاج ولا الدكتور احمد زكي بدر وزير التنمية المحلية. المهم ان احنا نريد دعوة نبقى على ارض الواقع، بس عايزين نروح في اجتماع سوهاج واحنا عندنا تصور ان احنا بالهدف مثلا مليون شجر، لان برضو الدكتور اسامة غازي يقول لنا مليون شجر دولت يقدروا يعملوا لنا ايه؟ يعني لما يبقى في مليون شجره في محافظه مساحتها قد كده يبقى دي بيعمل لنا ايه؟ الجزء الاولاني من هذا الموضوع ان الشباب الصغير والبيوت الصغيره ده اللي هيكسبوه، اللي مش هيشتغلوا في الحرير، انما هو ده النهارده اللي هياخد ورقه توت اللي هو قدامه على ترعه على مصرف على رشاح على النيل على الغابه الشجريه وبيربي هو البتاع دي، لو قدر يعمل له ثلاث دورات في السنه عمل له 3000 جنيه. ده 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 يعني ده موضوع لوحده هايل جدا. الجزء الثاني بقى ان احنا صناعه الحرير وكلام ده الدكتوره كريمه هتكلمنا فيه والاقتصادات بتاعته، بس عايزين نروح بقى عايزين الاجتماع ده اللي سيادتك يعني اكرمتنا بالدعوه ليه وان احنا نحضر ده، عايزين يبقى بدايه نحرك فعلا عشان الاجتماع الثاني يبقى في سوهاج اللي هيتعمل عليها هذا الموضوع. انا فانا هكلم السيد المحافظ وهكلم السيد وزير التنميه المحليه والسيد وزير الزراعه وحسيد وزير الزراعه طبعا وسيد وزير الرياضه والسيد وزير الشباب والرياضه عشان المعسكر وهنحدد يوم كويس ونروح فيه. طيب. وقبلها طبعا هنطلب من الناس الفنيين بتوعنا مع السادة الدكاترة ان اذا كان في اجتماع تحضيري هناك عشان بس نعرف المطلوب ايه بحيث يكون القرارات تتاخد لما يكون الوزراء موجودين هناك. طيب ما هو نحضر له اسبوع ولا طيب. حاجة ثم نعمل واحنا في المقابل احنا من هناك هنعمل يعني البرنامج هيبقى طالع على الهواء من هناك عامل اربع حلقات يعني في اربع ايام يبقوا موجودين هناك لهذا الموضوع، لان موضوع زي ده محتاج الزخم ده ان احنا يبقى فيه الكلام ده. يبقى قبل ما هنروح هناك يبقى من جانب التخصصي دكتوره كريمه الدكتوره اسامه هيحضروا لنا كل بقى المساله بالترتيب
من الجانب الاخر السيد وزير الشباب الدكتور المهندس خالد عبد العزيز ادى استعداد انه يعمل معسكر لزراعه الشلل. السيد وزير الزراعه يقدر يقول لنا ان هيقدر يدينا كام شتله وفقا للمواصفات اللي احنا عايزينها وفقا للي هيقوله الدكتور اسامه، هنحتاج كام حاجه عشان نزرعها. هنا الجهاز المهندس احمد ابو سعود بقى يقول لنا بقى خلاص دلوقتي اتفقنا وخلاص احنا عندنا ترع ومصارف ورشاشيح ونيل وغابه شجريه. انا بعتقد دول يقضوا ده، وهل المليون شجر يقضوا؟ هل عايزين اكتر؟ هل عايزين اقل؟ يعني ده الموضوع. انا بيتهيألي ان سيادتك نبتدي نسمع الجدول الاقتصاديه من الدكتوره كريمه، لان الموضوع مش لما نخش في الحرير هنلاقي الموضوع تاني خالص. يعني حاولت اعمل دراسه بايه، دراسه اقتصاديه طبعا صغيره ما قبل اي تحديد اي مكان، لان طبعا اكيد طبعا بدنا وزاره البيئه ان شاء الله تعمل لنا دراسه اقتصاديه الاكيوريت دي افضل كتير قوي، هتبقى طبعا واقف على اساس حسب سعر الارض، حسب هي منحه ولا ايجار ولا يعني حطيت حاجات ثوابت وحاجات اللي هي متغير ارض هيزرع فيها اذا كان هيزرع اول بقى دلوقتي بقت الشواطئ. معلش انا امبارح ما كنتش اعرف خلاص بقى ما احنا الارض منين ما عندناش ارض فدي اللي كانت خلاص ما انا مش محتاج احنا عاملين نقول على الحرب الترع هو بس يعني عشان ما حدش يوقف لنا الموضوع خلاص. بالتجربه هي طبعا اول سنه دي بتبقى سنه التحضيريه والزراعه وكل حاجه، فما بيبقى الربحيه فيها مش باينه. ثاني سنه تقريبا 30-40% ربحيه، وفي ثالث سنه بيبقى 90-80% ربحيه. فطبعا دي يعني المشروع ده يعني وعارفه ان المكسب في السنه او ربحيه في السنه يمكن 50,000 جنيه. قيل ان الفروتس والدكتور اسامه طبعا قال لي ان الفواكه بتبقى 20-25,000 جنيه. فطبعا المقارنه يعني واسعة قوي، بحيث ان فعلا ده مشروع الواحد امله فيه، خاصة ان احنا عندنا كمان بعض الاعضاء دكتور حسين طه بيعمل اكسار. يعني احنا بدل ما هنقول ان بس بيتعمل كذا بيعمل اكسار للشجر التوت نفسه، فبيدي طبعا عائد اكبر كتير. الجمعية اللي معالي الوزير اشار اليها احنا فكرنا فيها، كنا ابتدينا احنا جبنا الورق الدكتور اسامة ولا لسه، كنا ابتدينا فعلا نقول لازم يبقى في جمعية للحرير، وبالذات بقى لو احنا ابتدينا في سوهاج ناخد ناس من سوهاج عشان يبقوا يعني تبقى الدنيا متكاملة. فيعني ربنا يسهل باذن الله. اظن ربحيه في السنه كده بتشجع جدا جدا على ان هذا الانتاج ده على فكره واقفه بس عند الزراعه والشرنقه زي ما قال الاستاذ ابراهيم. يعني التكمله الصناعيه بقى اذا حضرتك هيسمحوا لي بعد كده ممكن اتكلم فيها قبل ما الدكتور اسامه يشرح بقى الكام شجره دول ممكن يعملوا ايه. هو سيادتك كل 7000 شجرة ممكن يتربى عليهم في حدود من 20-40 علبة على حسب جودة الأرض. طب حضرتك اشرح بس علبة ايه عشان ده الصلح بتاع كله احنا مش عارفينه علبة أوكي. ايه ممكن علبة بيض. العلبة البيض بتزن 12 جرام فيها من 18-20,000 دودة. دي بيضة. ممكن العلبة الواحدة بيضة بيضة تنتج هي بيضة دودة. ال 7000 بينتجهم ممكن يتربى على المحصول الورقي اللي ناتج من ال 7000 شجره حوالي من 20-40 علبه. ال 20 علبه بتجيب في حوالي في 10 صفائح، يعني من 200-400 صفيحه بالنسبه ل 7000 شجره. بالنسبه للحرير الخام بتبقى في حدود من 60-120 كيلو من الحرير في السنه. سعر كيلو الحرير دلوقتي من 650 جنيه ل 750 جنيه. فاحنا حضرتك لو ضربنا هتبقى في الربحيه هتبقى في حدود مثلا حوالي 30,000 جنيه او 40,000 جنيه. ده لل 7000 شجره اللي الشجره بتجدد بعد قد ايه؟ التكله دي بتطلع تاني ورق بعد قد ايه؟ سيادتك لو شلت الورقه بعد 30 يوم بينتج ورق جديد، لو شلت فرع بيبقى في حدود 70 يوم. لو شلت ايه يا فندم؟ فرع بحاله. الفرع من لو شلنا الفرع قطعناه بالمقص. طب احنا قطعه ليه؟ طيب احنا بنشغل فاحنا جمع الاوراق جمع الاوراق ممكن بعد 30 يوم ممكن نربي تربيه اخرى. يعني احنا عندنا افضل 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 عندنا اربع مواسم، افضل اربع مواسم اللي هما الربيع، دورتين في الربيع ودورتين في الخريف، دول احسن المواسم يعني. طبعا الصيف بتاعنا شويه شديد قوي فاحنا ايه بنبعد عن التربيه في الصيف، لكن ممكن التربيه لو احنا خدنا بعض الاحتياطات ان احنا مثلا نعمل سقف مزدوج او في مكان يكون درجه الحراره فيه منخفضه فممكن تربيه في الصيف. طب دكتور برضه حضرتك تشرح للسياده الوزير برضه وللساده المشاهدين
انا النهارده في البيت هربي محتاج ايه، هل مساله محتاج يعني هيبقى ايه الشكل ايه وتكلفته ايه وكده. الاحتياج الرئيسي ان انا يكون عندي مصدر توت، ده رقم ده الاحتياج الرئيسي. تمام. الاحتياج الثاني ان انا في مكان ان انا اربي فيه اوضه، حتى ممكن يكون بستغلها مثلا حاطط فيها سرير واشيل السرير ده. وكان زمان يعني من حوالي 20 سنه كان بعض المربين المحليين بيشيل السرير او بيربي على مله السرير كمان. لو انا هربي مثلا نقول تربيه حديثه شويه، ان انا بعمل حامل تربيه، الحامل ده ممكن يكون طول في عرض 60 في 90 على 10 ادوار، ده ممكن اربع حوامل دول يقضوا علبه. يعني العلبه اللي هي 14000 بيضه ولا كلام ده اللي هي بتعمل 1000 جنيه ديت بكفيها اربع حوامل. اربع حوامل يعني حدود 20 متر يعني ده اربع ترفف يعني بالظبط كده. لا مش اربع رفوف، لا 40 رف، لان 60 في 90 40 رف. طب درجه الحراره بتبقى مثلا ايه؟ ولا اقصى درجه حراره ممكن تعرض عليها الدوده اللي هي 30 درجه مئويه. يعني اقدر اتحمل حراره السوهاج يعني؟ ده انا بس عشان درجه الحراره في ما عدا الصيف طبعا. ما عدا الصيف يعني معنى بس سيادتك ان هي بتتربى داخل البيت، فالبيت حتى درجه حراره لو بره 40 بتخف بتخص 10 درجات. تمام كده. طيب معنى كده من كلام حضرتك ان احنا المتوسط بتاعنا 4 لـ5 دورات. طبعا. يعني لو في مربي حد وشال الردود متوفر فعلا، فيبقى اي واحد في متناوله في القرى وفي الحته دي نقدر يربي 5 مرات او يعمل 4 دورات او 5 مرات. تمام. الجزئيه الثانيه في برضه يعني نوع من انواع التحوير، ان احنا مثلا لما ده على النطاق المبدئي، لو النطاق مثلا توسعنا شويه في حاجه بيسموها التربيه التعاونيه، او ان احنا نعمل مراكز لتربيه الاعمار الصغيره، ودي بتاخد 15 يوم. الاعمار الصغيره دي الميزه اللي فيها ان هي بتحتاج مثلا عنايه ورعايه وتطهير زياده شويه، وبتاكل كميه من التوت صغيره قوي، فبالتالي احنا يعني جمعيه او ناس متخصصين يقوموا بعمليه التربيه في خلال 15 يوم دول. الاعمار الكبيره برضو 15 يوم، ال 15 يوم دول بيكون الدود اكثر مقاومه للاصابه، بيكون ان انا ممكن اوزعه للمربي، فبمعنى كده ان المكان اللي هيربي علبه ممكن اربي فيه علبتين، فاحنا ممكن اربي مثلا يعني شخص حضرتك ان في تطوير نقدر نعمل المساله دي تبقى، فبالتالي ممكن ده يزود دخل المربي والجمعيه اللي انا هعملها، او مثلا المؤسسه اللي هتقوم بتربيه الاعمار الصغيره دي تعمل هامش ربح للعلبه في خلال 15 يوم دول. عارف يا دكتور، يعني هو المفروض ان اول الدود ما البيض بيفقس 15 يوم، 15 ما كلها 35 يوم، 15 يوم الاولين دول لو ما كانش العنايه كويسه ممكن يبقى فيها هالك كتير. أيوة. فيبقى ناس تعمل وبعدين يبيعوا تاني الحته الثانيه. تمام. هنا انت حضرتك ممكن اصبح النهارده ممكن هيبقى في وسائط، يبقى في اكتر من شغله، يعني في ناس هتشتغل، لان ال 1000 جنيه اللي هيطلعوا دول ده مبلغ، لما يبقى مبلغ يعني فيقدر النهارده الناس اللي بتعمل 15 يوم، ممكن الناس اللي بتجمع ورق التوت ممكن هيبقى بيتباع ورق التوت ده بمبالغ زي ده، ففتحت فرص كثيره جدا لدخل يعني. بس في الاول وفي الاخر شجر التوت هي الاساس. أكيد. طيب زرعنا يا دكتوره وطلع بقى الشراني، بقى هتعملي فيها ايه حضرتك بقى؟ هو بعد الشراني في كمان حل الخيط نفسه. الشراني بتتغلي ويطلع منها الخيط اللي قلنا الشرنيه بتبقى حوالي 1200 متر. الجوده بتعتمد على ان الشرنقه الخيط متصل. فاحنا برضو عندنا افكار، اضفنا افكار ان لو حتى الخيط او الشرنقه اتخرق من فوق ما تبقاش مقطوعه، والا يبقى الجوده بتقل. فاحنا كل حاجه ليها استخدام، يعني ده بنعمله غزل، وبعدين بيعمل منه، انا جايبه شويه حاجات، بيتعمل منه تصميم للوح بتتباع الحقيقه سواء اورينتال او يعني بتتباع باسعار كويسه جدا. بيعملوا منه ورد، حتى قلت اسامه ما جبتش ورد، قال لي لا، بتعملوا منه ورد بيبقى من الحرير 100%، المفروض الورد ده يبقى غالي جدا طبعا، عمره طويل جدا، شبه بالظبط الدراي الورد المجفف اللي كان بيتباع غالي ودلوقتي حتى ما فيش يعملوه. فالجزئيه دي خلاص خلصنا من الشله، عملنا حل الخيط. انا كنت لسه بقول للدكتور احمد ان ممكن يتعمل الشله نفسها، والشله تتعمل في نفس المكان اللي عمل منه حل الخيط، فيبقى فيه اضافه ادد فاليو تاني، قيمه مضافه على الشرنقه. ما انا بدل ما بعدين عشان اصدر شرنق، طبعا الصفايح بتاخد فوليوم كبير، بتاخد مساحه اكبر، لكن لو عملته شرانق، لو عملته شلل، الشله هتاخد اكتر، هتوفر اكتر، اذا كنت هصدر، اذا كنت هودي مصنع، تبقى النقل نفسه سهل جدا.
بعد الفتر بعد دي في السيرسين انا كنت قلت فيها قبل كده مش عايز اخد فيه تاني، برضه ممكن يفصلوا السيرسين بالغاليه غاليه بميه، بيفصلوا السيرسين ده، السيرسين ده بيتباع فعلا كوميرشال، وممكن المصانع الفابريك الاخرى اللي تعمل بيه معالجه للاقمشه اللي فيها بعض العيوب تضيف اضافه تانية. طبعا كل ده مرحله، لو حد تبنى هذا المشروع الحقيقه يعني تبنى هذا المشروع. بعد كده في التلوين، يعني بنعمل احنا جايبه شويه حاجات برضو ملونه في التلوين. الحقيقه الوان الحرير بتبقى زاهيه لو اعتمد. وبعدين احنا خدنا برضو قلنا مع الدكتور اسامه خدنا صبغات طبيعيه من الحاجه، لو التوت هيترمي بناخد منه صبغه طبيعيه ونسبغ منه التوت، نسبغ منه الحرير، فطالع لمعه الحقيقه والوان احنا بنظبط بي اتش، فبتدي لنا الوان متدرجه في منتهى الجمال. فبرضه كل ده يعني بسامبل بعمليات بسيطه جدا. نخش بقى على الانوال، الانوال دي انوال يدويه ممكن جدا تبقى اللي انا شفتها فعلا في اليابان، قاعدين وبينسجوا التصميم اللي حد عندنا مجموعه تصميم اللي التصميم يتعمل يقعد ينسج سواء بقى سجاد او قماش. الدكتوره بس هنا في الحته دي الجزء خلاص احنا اللي هيتخطاه الجزء بعد ما طلعت الشرناقه وبقى فيه الحرير، الجزء الثاني بتاع الغزل والكلام ده فيه متخصصين، هل عندكم دول عشان خاطر الاجتماع الجاي يبقوا موجودين؟ عندنا المجموعه اللي هو النول ده تكلفته كام؟ النول اللي عندنا يا فندم عندنا مجموعه متخصصه في الانوال وعامله حتى، بس طبعا انا عارفه ان عندكوش وقت، حتى النسج نفسه باشكال، معانا مجموعه للنسج بتعمل باشكال مختلفه مش نسيج عادي، بحيث يتعمل ممكن شويه الواح شويه حاجه وتتباع في السياحه. انا اقصد اقول النول اللي هيتعمل عليه بقى الغزل والكلام عندنا ده اسعاره يا دكتور استاذ، يبقى حد متخصص في صناعه الحرير بقى، لان يعني اللي هي صناعه الحرير نفسه. بس برضه عندنا غزل دلوقتي او من ساعه ما بتطلع الشرناقه هنبتدي نحولها للحل. الدكتور بيعمل الحل، يوصلنا يوصلنا دولاب الحل ده وبيوصلنا للحل، يبقى عندي الخيط على هيئه شل، انا باخده بقى واعمل نسج في نفس المكان يا استاذ ابراهيم. لو حابب، لو حد مثلا عضو تاني من العيله عايز يعمل نسج او بيت تاني، يعني بياخده اللي هي الانوال يدويه بسيطه جدا، انوال يدويه بسيطه جدا وعندنا اسعارها. وهو دلوقتي احنا بنعمل جزء كده لحاجات سواج، يعني بنعمل بعض النسيج دلوقتي لحاجات سواج والوان، بعض الالوان عشان يبقى طبقنا لاخر حاجه. اذا كان المشروع بهذه الشكل، ايه اللي معطل تطبيقه يعني انت يعني عارف السؤال ده، ايه اللي معطل تطبيقه وعندك حق يا علشان يعني عندك حق يا فندم. بدايه يعني وقبل ما سيادتك تجاوبي، انا هجيب احدى الخبراء، مع واحد من الخبراء عندنا متخصص في دراسات الجدوى. حلو قوي، كويس، بحيث يقعد مع حضرتكم قبل ما بحيث يكون عندنا دراسه جدوى ماليه واقتصاديه، ويبقى في كاش فلو ونشوف الكاش فلو نظامه ايه والاي ار ار نظامه ايه والبايبر بيريود بتاعته عامله ازاي، كويس، لان انا اعتقد ان احنا محتاجين ان احنا نحط ده بحيث يبقى الصوره كاملة متكامله وما هو الحجم الاقتصادي. وده اللي اسمه على فكره حد يعمل اعتقد ان من يعني زي ما انت قلتي حسيت ان العمليه دي محتاجينها، وهنجيب واحد متخصص في مشروعات الزراعه وكان خبير للفاو، كان خبير لمنظمه الاغذيه والزراعه، وبالتالي هو متخصص في هذه المشروعات ويقدر يعمل لنا العمليه دي بسرعه. لكن برضو لذلك يعني انا نفسي بس نفس هاجي يا فندم، ما رحنا امر واحد يعني سالنا اخميم، يعني سالنا اهل اخميم انتوا ليه ماتت، احنا كنا كل شغلنا في الشعبه عندنا بنجيب القماش من اخميم بيعملوه، بنجيبه انتريت غير معالج، قالوا عشان السرعه، الشباب عايز سرعه المكسب. وحضرتك مش هتصدق قالوا ايه، قالوا كلهم اتجهوا للتوك توك، دي حقيقه. التوك توك 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 قالوا كده، قالوا اغلب الشباب ما سمعوش كلام بقى اولياء امورهم اللي هم عندهم الخبره في ده، واتجهوا فعلا لحاجات سريعه ومنها التوك توك. يعني التوك توك قضى على الحرير جزء من واللي يمكن المكسب يعني يمكن برضه التدريب، الناس كبرت ومنها راح ومنها يعني توفى منها قاعد مش قادر، فهي عايزه زقه بس كده، ويمكن توم سامع عنده اكتر كمان. هو في يوم من الايام الصين حاولت ان هي تتربع على عرش الحرير في العالم كله، ولدرجه ان يعني من حوالي مثلا 20 سنه او ازيد الصين كانت بتدخل لنا الحرير هنا بسعر اقل من سعر التكلفه بتاعته الحقيقيه، لدرجه ان احنا عندنا يمكن اسم مشهور برضه من الاسامي ساقط ابو شعر في المنوفيه دي بتنتج الحرير وكانت بتصدره، وكنا في يوم من الايام بنستهلك من 250 ل 350 طن من الحرير يتم تجهيزهم في صوره سجاد وتصديرهم للخارج. طبعا كانت بتنزل لنا كيلو الحرير ب 130 جنيه،
احنا هنا كان سعر تكلفه الكيلو الحرير 180 جنيه، فطبعا كنظره نقول القريبه بالنسبه للمستورد او يقول لي انا ايه اللي يخليني اشتري الحرير من المحلي ب 180 وهو بيجي لي من بره ب 130 جنيه، فده كله ادى الى يعني هدم المربين اللي موجودين بالفعل بيقوموا بعمل التربيه، اللي بيجي التاجر يقول له لا مش هاخد، ياخد منك ب 130 جنيه يمش ياكل، فقال له خلاص انا قعدت تشوفني تاني اربي حاجه تانية ما عدتش مربي تاني. ابتدى بعض الناس يستهلكوا الاشجار التوت اللي نشرها محمد علي في عمليه ان هم يعملوا فحم، يعمل اريكه، يعمل كنبه، يعمل مش عارف ايه، وابتدي القطع الجائر للاشجار التوت. الصين وقعت بقى، نزلت في الجاب اللي هي وقعتنا فيه منذ فتره، ان طبعا المستوى الرفاهيه بقى في الصين عالي جدا، ابتدوا يستهلكوا الحرير اللي هم كانوا بيصدروه، ابتدى الشباب يتجهوا للقلاع الصناعيه، ابتدى الحرير يترنح في الصين ويكاد يموت، لان في خلال من 3 لـ5 سنوات الصين لن تقوم بتصدير اي شيء حرير. وفي خلال الفتره من سنه 2011 لحد الان جه اكثر من وفد صيني يقول انا عايز اي حاجه حرير من مصر، بيدوروا على ان هم اي حاجه عشان يقوموا بتعويض الفاقد او الكميه الناقصه الموجوده في الصين. فدي كل دي الاسباب ان هي ادت لهذا الوضع اللي احنا فيه. انا عندي رد على السؤال بتاع الدكتور خالد فهمي، ايه اللي معطل ان احنا نازل عشان الرتوت تاني؟ يعني احنا نعمل اللي عمله محمد علي من 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 سنين طويله، ان انا هو ما عملش، ما اتكلمش في مشروع حرير، ما كانش عنده الدكتوره كريمه ولا الدكتوره اسامه، انما هو زرع عشان الرتوت وبعدين اتكلم في الموضوع. فاحنا عايزين نزرع عشان الرتوت وبعدين نتكلم في الموضوع، نعمل الجدول الاقتصاديه، نجيب الخبير، ازرع عشان الرتوت، لان عشان الرتوت لما هيزرع الموضوع انتهى، هيبقى فيه تربيه، يعني تبتدي حضرتك بعد كده نتحرك. بس المهم ان احنا نزرع ده، يبقى عندنا الاراده ان احنا فعلا نقول هنزرع 1,000,000 شجرة في محافظه السوهاج، ومش هنستهلك ارض ولا هنستهلك مي، عشان النقطتين دول يعني مهمين جدا وحساسين جدا، ودول متوفرين. وبالتالي يمكن كمان هنا المهندس ماهر الجندي هو مستشار مياه الصرف، انا بالتالي احنا عندنا مياه صرف هناك في الصعيد اللي تقدر تساعدنا ان احنا نعمل هذا الكلام ولا هو ممكن استخدام مياه الصرف المعالجه؟ احنا عايزينها من غير معالجه كمان. لا، هو بتبقى معالجه اوليه بتكون افضل بالنسبه للمؤشرات الصحيه والبيئيه والاشتراطات اللي المفروض ان تكون في اعاده استخدام مياه الصرف، بحيث تكون نوعيه المياه مطابقه لنوع الاشجار على حسب الكود المصري اللي هو صادر في 2015. والحقيقه ممكن في الظهير الصحراوي، ممكن نلاقي اراضي في الظهير الصحراوي ممكن نستخدم هذه المياه فيها، ولكن كل ده بتحدده الجدوى الاقتصاديه. لو كانت الجدوى الاقتصاديه لزراعه هذه الاشجار على ضفاف المصارف وضفاف النيل افضل، بننتقل الى نقطه ثانيه وهي السستينابيلتي بتاع المشروع، ان هو المشروع اللي هيدينا عائد اقتصادي اكتر، كلفته اقل، قريب من العماله، الناس اللي عندها خبرات موجوده فين بالظبط. كل هذه المحددات هي اللي بتحدد استخدام الحرير التوت في صناعه الحرير. طيب انا المهندس عماد علام اللي هو مدير عام التشغيل في وزاره البيئه، باهتيالي يا باشمهندس عماد عشان خاطر بس نتكلم، احنا يعني هنزرع اذا اردنا ان احنا نحيي تاني اللي عمله محمد علي لما جه عمل نهضه في مصر، فكر من ضمن الحاجات اللي عملها النهضه في مصر انه زرع كل الترع وكل الكلام ده كله، احنا عايزين نعمل هذا الكلام تاني، نزرع بشجار التوت، ولو عندنا غابات التشرير ده، لان ما كانش عندهم ساعتها التشرير والكلام ده ايام محمد علي، انه معتمد على النيل وعلى المصارف وعلى في زراعه ده، هنقدر نعمل ده؟ يعني هو من المشاريع الرئيسيه لوزاره البيئه التشجير في كافه محافظات مصر، واستغلال لحواف الترع والمصارف وزراعه هذه الاشجار على النيل هو عائد بيئي بالدرجه الاولى، وفي ابعاد اخرى البعد الاجتماعي لانه في تشغيل مشاريع شباب وعائد اقتصادي. فيعني من الأساسيات لوزارة البيئة إنها بتساند أي مشروع له عائد بيئي في تحسين الجو وفي درجة الحرارة، وخصوصا إن احنا من الدول اللي فيها نسبة تصحر عليها.
طب سياده الوزير، اظن كل يعني ان كل الساده المساعدين او المتخصصين في الوزاره قالوا انه خلاص يبقى المساله عند حضرتك، خلاص هم عند حضرتك اللي قالوا ان انا شيء. ان انا محتاج ان انا اغير مساعدين كتير. طالما انهم قالوا بقى، طالما انهم قالوا التغيير مطلوب يعني، ولكن طبعا يعني زي ما بقول لحضرتك حاجه، يعني احنا يعني يعني الفكرة جميلة وعايزين نطبقها كويس، ولكن بحكم ان انا اقتصادي، يعني انا اقتصادي بيئي، فبحب الاول برضو ايه اشوف الجدوى الاقتصادية، لان انا حاسس من الارقام، يعني انا حاسس من الارقام ان انا ما عنديش مثلا الاي ار ار بتاعه ايه يعني كويس المشروع ده، لان انا عايز الكلام ده يستمر كويس، وممكن يكون في مشروعات ما بتجيبش العائد العالي ولكن ليها بعد اجتماعي، يعني تشغيل الشباب كويس، مش هتحسبها كلها بال مش كلها فلوس يعني، مش كلها فلوس، لان مجرد انا اشغل الشباب بتوعي ومجرد ان هم يكون عندهم شغلانه حاجه مهمه جدا جدا جدا. طيب كويس، لان عشان كده بقول لحضرتك العائد المالي والاقتصادي. طيب هو بس عشان الاقتصادي اللي هي بقى فرص العمل، اللي هي التصدير، اللي هي مثلا تثبيت التربه، تثبيت حواف الترع، يعني في عوائد اخرى مش ضروري كل حاجه يعني. طيب ربح داخل لنا. طيب احنا لو قلنا انا همشي بالتوازي، انا مش خلينا في الجزء الاولاني يا فندم، احنا مش عايزين الجزء الاولاني كويس، الجزء الاولاني ان احنا نزرع بس خلاص، هو ده الاجتماع، وانا على الجنب كده هعمل الدراسه الاقتصاديه عشان نبدا نسوق تمام بعد كده. انما الزراعه دي اصلها يعني مش هتضر زي ما بيقولوا يعني ادام في مش هتاثر على السياسات المائيه ومتفقه مع السياسات المائيه، لان ابراهيم بيه عندنا محددين اساسيين لعمليات التنميه، الطاقه والميه كويس، وبالتالي يجب ان احنا ما قد نراه على المستوى الجزئي يعني مكتمل، قد لما نبص المستوى القومي يكون هناك تمام حاجات اخرى. فانا مع حضرتك كويس، وزي ما قلت لسيادتك انا هتصل بالساده الوزراء، وزي ما قلت لسيادتك ان احنا هنعمل اجتماع ما بين خبراء حضرتكم كويس، عشان نروح نحضر، بس عشان لما نروح الساده الوزراء يبقى فيه لو في معوقات يبقى احنا نقدر واحنا قاعدين نزلها كويس، ما نبداش مثلا نروح وبعدين تطلع المعوقات بعد كده. فانا هعملها، وانا هكلم الساده الوزراء والسيد محافظ سوهاج وننظم هذه الحلقه النقاشيه لسيادتك لو تحب، او الاجتماع اللي موجود هناك، وفي نفس الوقت انا مع الساده الافاضل الدكاتره بكمل معاهم الجزء الاقتصادي والمالي، ويبقى عندنا كل حاجه مكتمله. فاذا كده توكلنا على الله، وفي زرع على الترع لا شك ان احنا كلنا جهاز شؤون البيئه عايز يزرع، احنا بنفكر في زراعه الاسطح في المناطق في مصر كويس، فاحنا عايزين ننوع انشطه التشجير بتاعتنا، مش عايزين نطلع بره الصندوق شويه، فمشروع زي كده بره الصندوق، وعايزين نفكر في مشروع زي كده، عايزين نفكر في مشروع الاسطح، عاملين برنامج تاني للكلام ده، لان مش عايزين نمشي بطريقه التشجير، نروح نجيب كابات وتيشيرتات ونحط الفيكس ونعمل نتصور لنا صورتين جنبه ونمشي، وبعدين الشجره بعد شويه اللي ياخدها، واللي يعني احنا زرعنا اشجار مثمره في المعادي كويس مع احدى الجامعات، والجامعات اللي جابت كل حاجه، احنا ما عندناش حاجه، احنا بس رعيناهم، ولكن للاسف الشباب احبط بعد اسبوعين، الشجره المثمره اتاخدت يعني ما يعني حد نقلها يعني حد نقلها، بس اكيد نقلها برضه الزراعه. طيب يعني احنا مش هنقول لا يعني. هو معالي الوزير، هو ثقافه الشجر المثمر هتبقى متعبه شويه في الاول، انما الناس هتاخد على كده يعني، المؤكد ان حتى في اوروبا لما عملوا شجر اكيد في الاول برضه حصلوا خدوا برضه سرقوا الشجر المثمر وعملوا كان اكيد مش مشكله. فهي النهارده بس سيادتك يعني عشان في نهايه الكلام ده، سيادتك بعد قد ايه تصور سيادتك هتدعو، لان حضرتك هتبقى خلاص اللي ماسك المساله، تدعو امتى للاجتماع اللي جاي ده، واحنا كلنا بقى مع سيادتك بنعاون وبنعمل انا مستعد اشتغل، تبعتني في اي حته هروح في مشوار كده. لا انا بقى بس امتى يا فندم بقى عشان تدينا مع بعد شهر؟ ما هو انا اول ما اشيل الملف يقولوا لي امتى.
انا هكلم انا حاضر انا يعني بعد ما اخلص الاجتماع انا هكلم السيد محافظ سوهاج وهكلم السيد وزير التنميه وزير التنميه وزير طبعا وزير الميه وزير الميه مسافر على ما اعتقد في حاجه بره لكن هكلم السيد وزير الزراعه كان معايا امبارح كويس ونحدد ميعاد واقول لسيادتك عليه في اقرب فرصه ان شاء الله اعتقد حيبقى بعد العيد طوالي ان شاء الله لان الاسبوع الجاي عندنا احنا قش الرز وبتاع والكلام ده فعندنا زيارات ميدانيه عديده يعني ونعمل هذا الاجتماع وفي هذه الاثناء انا طوالي هكلم انا السيد المستشار بتاعنا الخاص كده وهيتصل بحضراتكم ونبدا دي كويس وما تعطلناش عن الحاجه الثانيه يبقى انت سيادتك اللي هتحدد واللي هبلغنا بيه واحنا ننفذ كل حاجه حاضر ربنا يخليك مع الوزير بشكر حضرتك جدا بس انا عايز اقول ان اذا كان محمد علي من كام سنه 300 سنه ولا اكتر ولا اقل لما وصلناش 300 لا اقل من كده لما يكون عمل هذا الموضوع وكان في تفكيره انه عشان يعمل نهضه في مصر انه يعمل هذا الموضوع بالتالي ان احنا يعني في ايدينا نعمل هذا الموضوع وانا بعتقد ان مفيش اي خلاف على الجزء الاولاني ان احنا عايزين نزرع عشان ارتوتو اذا زرعناه يعني هو مش هيضر يعني حاجه يعني اذا ما فادتش مش هتضر على الاقل يعني بدايه انما هتفيد في حاجات كثيره ان شاء الله ربنا يوفقك منتظرين يا فندم ان شاء الله دعوه من سيادتك للاجتماع القادم ان شاء الله في سوهاج باذن الله ان شاء الله شكرا يا فندم شكرا بشكرك